أن يعرف كيف يثمن لمرؤوسيه أعمالهم وجهودهم ولا يبخسهم حقوقهم المادية والمعنوية، ويحفزهم ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود، ويعرف كذلك كيف يزرع فيهم روح المبادرة وروح التنافس الشريف. وهذا ما استخلصته شخصيا من مرحلة قيادات الميدانية للوحدات القتالية. فتعبئة الرجال بغرض تحمل أعباء الأعمال القتالية ليس بالأمر الهين، بل يتطلب من القائد اكتساب ملكة تقدير جهود الرجال وتثمينها وصبر أغوار شخصياتهم لاستخراج الأفضل منهم وصقل مواهبهم المستتيرة، والعمل على توجيههم نحو الصواب من خلال تقويم أخطائهم وهفواتهم دون كبح اندفاعهم وقتل روح المبادرة فيهم، بل والسمو بهم إلى أعلى درجة الامتياز والتفوق.